السلام عليكم، معكم أحمد جمال من قناة إيفوي. تخيل تشوف إعلان عصير لشركة المراعي وتكتشف أن الشخص اللي اشتغل على الإعلان هو أنتون غونزاليس، كبير مصممين البيئات والمؤثرات في استوديو سكر بنش، وما زال يعمل حتى الآن في الاستوديو وتحديدا على لعبة غوست أوف تسوشيما. وترجع لورا بالتاريخ تلاقيه كمان اشتغل على لعبة كول أوف ديوتي وورلد وور 2 وألعاب أخرى، وتقول في نفسك عصير المراعي وغوست أوف تسوشيما. أحد أصدقاء أنتون هو ديمتري باركين، كبير مصممي الشخصيات في لعبة Ghost of Tsushima، ومعهم فيتالي بولوغاروف، كان سابقا كبير المصممين السينمائيين في بليزر، ورابعهم أندرو ماكلينين، مبرمج مخضرم في أنظمة الشبكات بسيسكو. في عام 2017 قرر الأربعة إنهم يأسسوا استوديو إندي خاص فيهم اسمه Code Symmetry، ويبدأ الأربعة بزيادة عدد الفريق ليصلوا إلى 15 شخص فقط، يقودهم مخضرمين وخبراء في مجال تطوير الألعاب. اللي شدني إن الأربعة يعشقوا ألعاب السولز، دارك سولز وغيرها، وبهذا الحب وشغف كبير وميزانية صغيرة يعملون في صمت لمدة تزيد عن سنتين، وفجأة يعرضوا لعبتهم الجديدة، ثاني لعبة اندي دبل اي بعد هيل بليد، مورتال شيل. تخيل أن تعود للحياة كوعاء فارغ لتجد نفسك في عالم محطم ومتشابك، حيث بقايا البشرية تذبل وتتعفن، فتسعى جاهدا لقبول نداء أبي الظلام الذي يتابع بحرص رحلة بحثك عن الأسلحة المقدسة. في هذه الأراضي البالية والميتة ستواجه خصوم هائلين وأعداء لا يرحمون، لكنك لن تكون وحيدا في هذه الرحلة. ستجد في هذه الأرض بقايا لأجساد محاربين قدماء وعظماء، من خلالها تستطيع أن تكتسب قدرات فريدة ومهارات مختلفة. أما أبي الظلام يائسا بشدة لتكمل رحلتك، ولكن إلى أي نهاية؟ مورتال شيل لعبة أكشن RPG Like Souls، يعني مثل ألعاب الدارك سولز، لكن فكرتها مثيرة ومميزة. طبعا اللعبة مبنية على محرك أنريل إنجين 4، وما يميز اللعبة هي الشيلز، الأوعية أو الدروع. في بداية اللعبة تبدأ بجسد فارغ وميت، وعليك البحث عن شيل لتستحوذ عليه وتستخدمه في القتال خلال رحلتك، يعني زي الدرع كذا تلبسه ولا تتلبس واحد تقريبا. اللعبة فيها أربع شيلز، أو بمفهومنا أربع كلاسات لمحاربين مختلفين في المهارات والأسلحة. طبعا تقدر تختار منهم اللي يناسبك، وكل واحد فيهم له مهارات خاصة وسلاح فريد. المميز إن هذا الشيل ما تقدر تختاره من المنيو، بل عليك بالبحث عنه في العالم، وعندما تجده تقدر تستحوذ عليه وتطور قدرات ومهارات هذا الشيل. كل شيل له قصة خاصة فيه. شوف شو العجيب في القصة، كل شيل له قصة خاصة فيه، وعليك انك تكتشف اسمه في البداية، اسم الشيل نفسه، المحارب هذا العظيم اللي انت تلبسته، عشان تبدأ تكشف قدراته ومهاراته. وكل ما تكتشف جزء من قصة الشيل تكتسب مهارة جديدة لانك تعرفت عليه، وستتبع طريق مختلف في اللعبة. يعني لو لعبتها بالاربع كلاسات اللي هي الاربع شيلز، راح تكون القصص مختلفة ومميزة. اللعبة ما فيها خريطة ولا طريق محدد، تلعب يعني بطريقة مفتوحة نوعا ما يعني، وتقدر تكتشف العالم براحتك. ولو مثلا قاتلت زعيم وما عجبك الشيل اللي انت تقاتل فيه، ممكن تبحث عن شيل آخر في العالم مناسب لك أسلوب قتاله مثلا، وترجع تشلت الزعيم وتوريه مين البيج بوس. ففي متعة في اللعب، يعني في متعة جدا في اختيار القتال، اختيار الشيل. اوكي انا ارجع اعدل ادور فين الاقي الشيل السريع هذا اللي يقدر يسوي دوج سريع ولا ضرباته سريعة عشان البوس ده طلع عيني. يعني في تنوع رهيب في اللعبة. كمثال في حالة القتال، إذا انتهى الـ HP أو الصحة الخاصة بالشيل اللي تلعب فيه، راح يطردك من داخله لمدة من الزمن، وتقدر ترجع بعدها مرة ثانية وبفول هيلث، وتستحوذ على الشيل حقك تاني وتستكمل القتال. بس وانت في هذه الوضعية الضعيفة خارج الشيل، راح تكون الصحة عندك 1 HP، يعني ضربة واحدة واحد تنفس جنبك انت ميت. وبالمناسبة تقدر تلعب اللعبة بالكامل بدون استخدام أي شيل، إذا كنت من الناس اللي يحبوا التحدي. طبعا أنا ما أدري عنك والله، هاي تحدي ده يا رجل. بيئات اللعبة مختلفة ومتنوعة، والأعداء أيضا. حسب كلام المطورين إنك لو لعبت اللعبة هذه، يجب عليك أن تكون متيقظ دائما وفي حالة انتباه لكل ما يجري حولك، ومركز 200%، وما راح تكون في لحظات هادئة كثيرة، يعني شد أعصاب أغلب الوقت. القصة مثيرة جدا وما حبوا يحرقوها، ولكن أنت بتبحث عن أشياء مقدسة وفي قوة كثيرة تتصارع عليها، والمحاربين هذول عندهم قصص أنت بتكتشفها.
في متعة، في متعة في القصة، في حبكة قصصية لطيفة. اللعبة بتاخذ منك 20 ساعة تقريبا لو مشيت بدون ما توقف ولا لحظة، ماشي صح يعني، هذا مستحيل طبعا. وبتصدر اللعبة في الربع الثالث من سنة 2020، يعني يا في الشهر ذا يا في جولاي القادم أو في أغسطس بالكثير يعني، على البي سي وبلايستيشن 4 والإكس بوكس. والناشر طبعا انجليزي، يعني ما تسمع عنه كثير بلاي ستيك، بس انا اتذكر لهم لعبه واحده حقت اللي تشبه دراغون بول هذه. المهم استوديو كولد سيمتري، فريق صغير يطور اللعبه بهذا العمق والجمال، هم فقط 15 شخص، والله يعني فعلا شيء مثير للاهتمام. قلد وقلد وقلد حتى تجد طريقك الخاص، اعمل في صمت، لانك بمجرد انك تقول لشخص انا اشتغل على الشيء الفلاني هو يبدا يمدح ويشيد بانجازك اللي ما صار اصلا. هذا طبيعي، احنا العرب عاطفيين وسلاكين كثير، يعني فينا سلاكين كثير صراحه. ستتوقف عما تفعله قريبا جدا، عارف ليه؟ لان الكلام اللي وصلك والمديح اعطى احساس لعقلك انك خلاص حققت الهدف، فتدريجي كده تبدا تنسحب. انا جاني الشعور بالانجاز في داخلي وانت ما تدري. لا تنسى تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات، ونشوفكم في خير. You seem different. Untouched by false truths. Will you pry these gifts from the unknown?